هو يام الهبيله في مبغات اللي بغاتو وصلاتو. دابا هو يام الهبيله اللي بغاتو وصلاتو، هو يام الهبيله والمغاربه المغاربه هزنا فخ الجلاله. السلام عليكم الشعب المغربي اللي خارج ارض وطن وداخل ارض وطن من طنجة حتى القويرة. بازي على الوالدين، لا باز على الوالدين، الرابح من الوالدين والخاسر من الوالدين. كنت الله فيك الوالدة ولا لا؟ انا عاطيه لك وليدي في الجبال. هادشي اللي بغينا نسمعو خوتي. نهضرو على هيام الهبيلة، هيام عيشة طوش الراقصة اللي بغاتو وصلاتو. هي بغات التحفه يهضر عليها، بابا احمد يهضر عليها، الزروالي يهضر عليها، الفانت كات تهضر عليها. هذاك الشيء اللي بغات هيام هي وصلاتو. ولكن ما تنساش القناه راه فيها انذار، فيها تحقيق الارباح، على داك تخسر الهضره، على التسميات اللي كتسمي، على التعريه، على داك هرس عطاوها ضربه. شكون دابا اللي عندها تيعاونها؟ مؤمني زكريا تيهضر معاها في البورتابل، ان انفصالي هذاك تيسب الملك. كاع اللجوء السياسي عزوز اللي في ميريكان كيشرب الويسكي، هذاك اللي في ميريكان اللجوء السياسي تا هو انفصالي، تا هو تيقول لهويام سمي تقولي. والجزائريين اللي في فرنسا كيصيفطوا لهويام تيقولوا له عيبي على الملك وعيبي على الدوله ديالك وكدا. قولي الملك، ملك بين صاحب الجلاله ما مزيانش، هادي حقار راكم سمعتوا تقولها. تقولها المخزن ما تيديرش خدمته، المخزن تيدير التعدو، راكم سمعتوا هي اللي كتقول هاد الكلام، ماشي انا. لكن كنفرز لكم. ومازال زايده في عيشه طوش، لا قالوا عيشه طوش ماشي تحشم وتولي للور. مازال كتقول الشعب الحقار، الشعب المكلخ. وهي معانا دابا داخل الوسط في قلب المغرب الهداوية. ولاني اللي الشهرة كب على قصبة، قول لهم مبروك العو، وهي راها قصبة. عرفتوا علاش؟ ان الحبس راه تفشيلو تفشيلو، خاصكم السيبة في البلاد. يا والله واحد الناس غادي يغوتوا على داك الكلام، ولا فين ما خرجت فيها، فين ما خرجوا فيها البوليس روشيرج غادي يعتقلوا على داك الكلام. انتم شي ما تعتقلوهاش مننا واحد الشهرين. والله ما نبقى انا في اليوتيوب ولا ندور في اليوتيوب، ديك هي من الشرمله كلها واشمه. هي راه عندها وصاكم تقال المشاهدة، تا هي ما مشاتش للحبس، صاكم تقال المشاهدة. فين ندى حسي؟ فين النيبة؟ فين فين الزروالي؟ بقاو كيبانو. ما بقات غير هي اللي ما عندها لا محتوى ولا نقا ولا جمال ولا وجه للسعاية ولا درع الخدمة، غتبقى هي في اليوتيوب. هادشي هذا طاع في الراس، هادشي عينا به. اللي سمعناه من اليوم، اللي سمعناه من عندها اليوم كنسمعه من غدا. اش تقول هويا؟ الشعب حقار، الشعب مكلخ، الشعب ولد قح، الشعب ولد الحرام. انا حامله، انا مريضه، انا ما عنديش الفرض، انا خصهم يعطيوني الفرض. هاد السيناريو طلعنا، طلعنا في الراس هاد الديسك هذا. قولي لنا شي جديد. وقاسا نعسى ريان دختك الحليب، ريان شد خوك، ريان جيب الحليب، ريان امسح يا ولد الحرام، ريان انا نشير عليك بشي حاجه يا ولد الحرام. هادي هي هضرتها. والمغاربه كيزيد يديروا فيها حال نفمهم المغاربه. واجمعوا راسكم مع المغاربه، ولي تتهزو النفخ الجلالة، وانتوما هما المغاربة اللي كتقربو الشحمل. تقوى الله المغاربة. آه.
انتما اللي كتزيدوها، انتما اللي بقيتو عليها، ودابا كتسب الجمهور في التليفون تيعيطوا لها. واه بنات المغرب، وراها وسخاتكم هويام، وراها شوهات بيكم ها بنات المغرب. والله لا تزوجتوا بنات المغرب، لا تزوجتوا، ها وجهي وجهكم، فهمتيني، ها وجهي وجهكم لا تزوجتوا، شوهات بيكم هويام. زايده عاوتاني كتقول لك التهديدات، راجلها هضرت مع واحد المكناسي قلت له نعطيك 15 مليون، 15 مليون لقيتيها انت، لقيتي بدا باش ترهني الهداويه، فلوس اللبان كيديها زعطور، اللي كتسعي الجمهور كيصيفطوه لك كتخسري، اللي كتسعي الجمهور اللي كيصيفطوه لك كتخسري، ولا كيصيفطوه لك الخوانات البلاد. بصح حنا ما عايقنش، خوانات البلاد هما اللي كيصيفطوه لك. قلت له حيدلو حجرو، حيدو الدكار ديالو ويكون معايا شي صديق ديالك، غادي نعطيه نص الفلوس ولا الفلوس كامله. هي باغيه هي اللي في شيرا بالليل، كتكون ناعسه وكتفكر اين قلب ولا اطلق علينا واين السلوكيه اطلق علينا، وداكشي اللي كيصطمم تتكون سكرانه، داكشي اللي تيقولوا لها الجزائر الانفصاليين ولا اللجوء السياسي ولا الخوانات البلاد، مكدر بالدوبوا القرقوبي، خطر القرقوبي تيغيب، اللي مجرب القرقوبي راه مجربو تيغيب. عاد هو يام كتبقى علينا التهديد، دابا كيصعب لها تخلعنا، والاكبر خوافه والله اخوتي المغاربه اكبر خوافه انا شتا في طنجه. كنت مع واحد الدري خلص عليها الشراب وبقات تعيق وتتفلى، وقال لها جلسي ولا غادي نقصر ممكن تكمل، قال لها كنت جالسه، قالت له انايا ما تضربش، قال لك تجلسي صافي، جلست ودارتها، يقول نوض عليك الشوهه وتال هذا البدات في واحد البار، اللهم لا البدات اكبر خوافه، فهمتيني. اما المخزن راه غدا الاعتقال غدا تعتقل اخوتي، الرباط فرقه ديال الرباط صيفطات لسيدي سليمان الغرب، وسيدي سليمان الغرب راه تايدير عليها بحث جاري، بنت الكلوشاره بنت الموسخة خوها بعشر سنين ديال الحبس، هي مشروقه، هي حياتها دوزتها في سيدي سليمان، هي قاتله ثلاثه د الرواع، هي كانت في دار الدعاره في سيدي سليمان، هزات على بوها جنويه وخوها، قالت لهم خليني ندير اللي بغيت، صافي تجي سكرانه للدار تغوت في الحومه تجي عريانه توشم، وباها قال لها ديري اللي بغيت، خدمات في دار الدعاره، حملات رماتو في سيدي سليمان على 7 شهور، هربات لكازا، بقات في البيران في كازا، بقات في البيران في البيران، حملات عاوتاني ولدات، رماتو في الطارود الزبل، هربات لطنجه. ولا جاتني حملات في طنجة، هي ديك بقات في طنجة جرواقة، تا ولات لكازا طرالها مع بو شعيب الشرقي، مشات للسعودية قرعوا لها داك بو شعيب كونترا، قرعوا لها تما صيفطوها ريفوري، ما فاتت 11 يوم في السعودية، جات الكلبة، جات الكلبة، جات كورونا، صافي خرجوا هي وولدها تما فين. قالت لهم عاونوني المغاربه، الشكوى بك الله شوف تيفي، الشكوى بك الله شوف تيفي، والنعمه الوكيل، تلك تجبي لنا بحال هاد القماقم، تلك تجبي لنا بحال هاد الكواريت، تلك تجبي لنا بحال هاد السيده. خوتي تبارك الله عليكم، مدام نعيمه مول بولي الطبيبه ديالي قطيطه كنموت عليها وكتموت عليا، طبيبه في مول بولي، ودابا هادشي وانا مدواز الغرايب، مدوز حتى واحد بحالي، انا بعت الشراب، كنت صبار قباص تبيطلت شي 7 سنين، بعت وشريت في الحوايج في الجوطية، حرقت وانا ما عندي، انا شوف حرقت الدراري صعب ما تيرضعوش، تقول بحال حتى المرسليه ولا صاحبي تقول لا انت ما حرقتيش وانت سوقك، ولا بعد الشراب بلا انت تكليت
تنبيع الشراب في مكناس والنواحي ديال مكناس معروف ما يقدش يبيع الشراب صاحبك وكيتغدد بعت العشيش نزق وصيفطنا اختي تقرا في اوروبا ما صيفطتش اختي مع قاوري خداها شيباني ولا خداها راجل شيباني ولا شي واحد فقاسي تلوالي لا اختي عداها اوروبا لا مشينا لها بالفلوس اختي صيفطناها بالفلوس قرات تما في الانجليز 200 مليون باش مشات تقرات في الانجليز وجلست انا حاصق نتيني وما يتزوجش اختي قاوري شيباني فيه السيده ولا شي واحد يتلوط على اختي ديال اوروبا ويطلقها نتوما رجال نتوما عاد دابا كتحيلوا والفياقه والعياقه نتوما راه وناضوا الحسد انا شكون صحابي خالد فويطينه هو اللي دوز معايا ويوسف دادوس عزيز عليا تا هو خويا راه في الصف وزيد عليهم نور الدين قهيوه تا داك راجل وعندك علاء وحموده اللي كيجيو لبين شميريخ علاء وحموده اللي قدام الكويني رجال شارع الصحراوي رجال حموده خويا ما ودتو سمي ونزيدكم عاوتاني الطلحه البارودي عزيز عليا هذاك راجل الطلحه البارودي راجل خويا من دوزوش هذاك الانسان هادو هما الاصدقاء ديالي اما الطبقه اللي غداره شي واحد هبط على حميد بمهراز لحاميد المنطنجة بمهراز علاش حاميد صغير منه علاش قالوا علاش تستخدم منطنجة مع باب احمد علاش بينتي باب احمد حاميد يصدف انا وياه مسكين نتوما اللي تبعتوني الحساد كلكم اللي درتو اليوتيوب حاميد انا خرجت من الحبس في 2017 قالوا لي الحباس عافاك هضر علينا راه نساونا في الحبس من خرجت نسيتهم تاي انا من تلاقيت حميد قلت له ندير عليهم واحد الفيديو قال لي اجي تشوف المعقول تما ربي جاب البركه اما نتوما راه ما عمركم ديروا شي حاجه في اليوتيوب باه قولوا باه